السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد، مكمل معاكم في سلسلة شرح البورد. يمكن بعتذر عن التأخير لظروف والله خارجة عن إرادتي. المحاضرة دي كانت جملي شوية، وهو الجزء ده يمكن معرب شوية في الكتاب. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن جزء الإيميونيزيشن. الإيميونيزيشن اللي هو التطعيم هنتكلم فيه عن الإيميونيزيشن. في الإيميونيزيشن هنتكلم على الريكومندد سكيدول، هنتكلم على الكومبينيشن في الفاكسينز، هنتكلم على الانترشينجابيلتي ان احنا ازاي نغير ما بين برودكت وبرودكت من الفاكسينز دول، هنتكلم على الكونترا انديكيشنز لاستخدام الفاكسينز، وهنتكلم على المسكونسبشنز المعتقدات الخاطئه عند الناس والحاجات اللي هم جايين بيها واللي مفتكرينها انها اسباب لعدم استخدام الفاكسين. هنتكلم على الاندر ايمونايزيشن كوز، اسباب الناس اللي ما بتطعمش، واخيرا هنتكلم على الفاكسينز ان سبيشال بوبوليشن. حابب قبل ما ابدا يمكن المحاضره دي نتعرف مع بعض على شويه اختصارات هتقابلنا عموما في الجزء ده، وحابب ان انتوا تبقوا اوير بيها من البدايه بحيث ان ما يكونش في صعوبه واحنا بنسمع الكلام ده لما نتكلم في المحاضره. دي اختصارات لاسامي الفاكسينز. اول اختصار معانا موجود اللي هو الدي تاب. الدي تاب اختصار ليه؟ الدي تاب ده الفاكسين بتاع ثلاث حاجات: التيتانوس والديفيتيريا والووبينج كاف او البرتاسس اللي هو السعال الديكي، يعني ديفيتيريا تيتانوس ووبينج كاف. طيب ايه هو التي داب؟ التي داب هو نفس الفاكسين او التطعيم بتاع التي داب، نفس المحتويات، لكن الفرق ان هو الريديوسد دوز من الديفيتيريا والبرتاسز، يعني الدوز بتاعته اقل. واحنا لما بندي التي داب بنديه للاطفال الصغيرين تطعيم ضد الديفيتيريا والتيتانوس والسعال الديكي بالنسبه للاطفال الصغيرين، لكن التي داب ده حاجه اسمها بوستر دوز. بوستر دوز يعني ايه؟ بوستر دوز يعني ده لما بعد فتره المناعه للجسم اكتسبها ضد البكتيريا دي بتبدا المناعه دي بتقل، فبنحتاج ان احنا نديله في سن المراهقه تقريبا حاجه اسمها البوستر دوز، ان احنا نرجع تاني نديله دوز تانيه من الفاكسين بحيث ان احنا نعلي المناعه بتاعته تاني. الدي داب ده حاجه اسمها هو البوستر دوز، وزي ما اتفقنا بيتاخد في سن المراهقه، لكن الدوز بتاعته من الديفيتيريا والبرتاسز عموما بتبقى ريديوسد. بعد كده الاختصار اللي بعد الثالث اللي موجود معانا الاتش اي بي. الاتش اي بي ده اللي هو الاتش انفلونزا تايب بي فاكسين. بعد كده الاختصار الرابع الاي بي في. الاي بي في اللي هو الان اكتيفيتد بوليو فاكسين، التطعيم شلل الاطفال. وبعد كده الهيباتيتس اي والهيباتيتس بي فاكسين، اظن انهم واضحين. وبعد كده البي سي في سواء 7 فيلنت او 13 فيلنت، وده اللي هو الاختصار بتاع النيموكوكال فاكسين. تمام، دي بداية دي الاختصارات اللي المفروض ان انتوا تكونوا عارفينها بحيث ان احنا نبقى واحنا بنتكلم بيها جوه المحاضرة ما يكونش في اي فايس او اي بايس في الكلام. حابب برضو قبل ما ابدأ المحاضرة اتكلم على التايبس اوف فاكسينز. ايه هي انواع الفاكسينز؟ الفاكسين متقسمه لاربع انواع. ايه هم الاربع انواع دول؟ اول حاجه اسمها اللايف فاكسينز او اللايف اتنويتد فاكسينز. اللايف اتنويتد فاكسينز باختصار يعني بنجيب الفيروس او البكتيريا وهو حي، لكن احنا بنعمل له شويه بروسيدورز، بنضعف الباثوجين ده عموما، وبعد كده بندخله الجسم او بنديه على هيئه فاكسين. فبالتالي الجسم لو المناعه كويسه هيقدر ان الجسم ان هو يتغلب عليها ويقتله ويكون له انتي بوديز، والانتي بوديز دي اللي هي اللي هتفضل اميونيتي او هتفضل ريزيستنت اميونيتي للبكتيريا او الفيروس ده سواء ده او ده. طيب ايه المثال عندنا على اللايف اتنيويتد فاكسين؟ المثال عليها اول حاجه الاو بي في. الاو بي في اللي هو الاورال بوليو فاكسين. اتكلمنا في الاول على الاي بي في. الاي بي في اللي هو ان اكتيفيتد بوليو فاكسين، والاو بي في اللي هو الاورال بوليو فاكسين، وهنفهم بعد كده الفرق ما بينهم. الروتا فيروس فاكسين ده مثال على اللايف اتنيويتد فاكسين. الام ام ار، الميسلز والمامبس والروبيلا، التطعيم الثلاثي المشهور عندنا. واخر مثال لللايف اتنيويتد فاكسين عندنا هو الفاريسيلا اللي هو التشيكن بوكس فاكسين.
النوع الثاني من انواع الفاكسينز هو عندنا الان اكتيفيتد فاكسينز. احنا اتكلمنا في اللايف اتنويتد ان احنا بيبقى الباثوجين حي. هنا الباثوجين احنا بنقتله وبنحطه بنديه على هيئه فاكسين، وبالتالي الجسم ممكن ان هو يقدر ان هو يكون له مناعه. طب ايه الامثله برضو على الان اكتيفيتد فاكسينز؟ امثله على الان اكتيفيتد فاكسينز الفلو فاكسين والاي بي في. الاي بي في اللي احنا اتفقنا ان هو ايه؟ الان اكتيفيتد بوليو فاكسين. يبقى احنا دلوقتي كده عندنا نوعين من البوليو فاكسين، واحد فيهم لايف اتنويتد، واحد فيهم حي، والتاني كيلد او التاني ميت، اللي هو الاو بي في اللي هو الاورال بوليو فاكسين، ده لايف اتنويتد. والان اكتيفيتد بوليو فاكسينز من اسمه هو فهو ان اكتيفيتد، ده نوع مثال للانكتيفيتد فاكسينز. المثال الثالث بعدينا الهول سيل بيرتاسز. الهول سيل بيرتاسز وبنختصر لها كده باختصار اللي هو الدبليو بي، ده اهو المثال ده. ده المثال اللي انا بتكلم فيه، وده الاي بي في زي ما اتكلمنا. اللي بعد كده اللي هنتكلم فيه اللي هو السب يونت او البيوروفايد انتيجين. ايه هو السب يونت؟ احنا هنا بنيجي بناخد الحاجه اللي موجوده جوه سواء البكتيريا او الفاكسين اللي جوه الباثوجين دي اللي بتسبب عموما الديسيز، بناخدها سواء هي في الغالب بتكون بروتين بناخده وبنحطه هو بنخليه هو الفاكسينز، فبناخد جزء من البكتيريا، ما بناخدش كل البكتيريا، فبنسميه سب يونت او بيوريفايد انتيجين. البيوريفايد انتيجين ايه هي الامثله عليه؟ الامثله عليه الاسيليور بيرتاسز، اللي مثال عليه الاي بي. يبقى احنا عندنا دلوقتي نوعين من البيرتاسز فاكسينز او السعال الديكي، تطعيم السعال الديكي، الهول سيل، يا اما بنديله الخليه كلها او البكتيريا كلها، يا اما بيبقى اسيليور بنديله الانتيجين بس. تمام. ايه امثله تانية عليها؟ الاتش اي بي او الهيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسينز، البي سي في اللي هو النيموكوكال فاكسين، سواء بي سي في بانواعه والبي سي في 7 و10 و13، والهيباتيتس بي فاكسين. اخر نوع هنتكلم عليه في التايبز وفي الفاكسينز هو التوكسويد. التوكسويد يعني ايه؟ التوكسويد من اسمه توكسين، ناخد التوكسين ده بنحطه هو في هو ده عباره عن التطعيم طبعا بدوز قليله جدا بحيث ان الاميونيتي تقدر انها تتغلب عليها وتكون لها انتي بوديز. والمثال هنا على التوكسويد فاكسينز عموما التيتانوس والديفيتيريا. بعد كده هنخش بقى على الجزء بتاع الاميونيزيشن في البورد او في كتاب البورد. يمكن هو هنا يعني في كلام رغي كتير، عشان كده احنا يمكن مهمتنا عموما في الجزء ده ان احنا نبسطه وان احنا دايما نحاول ان احنا نفكركم بالاجزاء. اول حاجه الجزء اول جزء بنتكلم فيه اللي هو الريكومندد سكيدول. الريكومندد سكيدول جيوم في سنه 2009 حصل فيه تغييرات كبيره عموما في الجدول التطعيمات اللي بيتاخد للاطفال، وهو هنا كاتب لنا ثلاثه من اهم التغييرات دي. اول تغيير عموما خاص بالبي سي في فاكسينز او النيموكوكال فاكسين، كانوا بيدوا زمان ال 7 فيلنت بي سي في، وبعد كده او البي سي في 7، وبعد كده بقوا دلوقتي في الجدول الجديد بيدوا البي سي في 13. يعني ايه بي سي في 7 ويعني ايه بي سي في 13؟ بي سي في 7 يعني النيموكوكال فاكسينز ده بيدي مناعه ضد 7 تايبس او 7 سيرو تايبس من الفاكسينز، لكن البي سي في 13 يعني في بيدي مناعه ضد 13 تايب من الفاكسينز. تمام. تاني ملاحظة هنا موجودة معانا، موجودة على حاجة اسمها الهيومن بابلوما فاكسينز اللي هي ال HPV. ده الفاكسين ده دلوقتي في الجدول الجديد خد ابروفال ان هو يستخدم من عمر 9 ل 26 سنه بالنسبه للميلز. والفاكسينز ده عموما بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في البريفنشن للجينيتال واردز. الجينيتال واردز عموما مرض جنسي من الامراض اللي بتبقى موجوده واللي منتشره الى حد ما في اليونايتد ستيتس.
والريكومندد روتين فاكسينيشن دلوقتي بالنسبه للمراهقين. يعني دلوقتي المراهقين بياخدوا من الحاجات الريكومندد جدا ليهم ان هم ياخدوا الاتش بي في، ويمكن ده اختصار جديد من الاختصارات اللي موجوده معانا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. ثالث فرق او ثالث تغير حصل بالنسبه للجدول، اتكلمنا ان الناس اللي ما اتطعمتش سواء اطفال او سواء مراهقين، ان احنا في حاجه اسمها كاتش اب سكيدول. كاتش اب سكيدول ده معمول عشان الناس اللي فاتهم التطعيم او الناس اللي اتاخرت في التطعيم يقدروا ان هم يلحقوا. بعد كده هنتكلم على الكومباينيشنز اوف الفاكسينز. الكومباينيشنز اوف الفاكسينز يعني ايه كومباينيشن من الفاكسينز؟ يعني بنجيب اكتر من فاكسينز بنحطه مع بعض في حقنه واحده. طيب الاف دي اشترطت عموما في النقطه دي ان يكون في ليها قواعد او ليها بيزس على اساسها هنقول الكومباينيشن ده ناجح او فاشل. ايه هي البيزس دي؟ البيزس دي ان لما هنحط الاثنين دول على بعض مش هيقلل لي لا السيفتي ولا الافيكاسي بتاعت الفاكسينز دول لو كل واحد فيهم بيتاخد لوحده. تمام؟ ليه طبعا بندي الكومباينيشنز؟ بندي الكومباينيشنز طبعا عشان ما نشكشكش المريض او ما نشكشكش البيشنت كذا مره، فبنقوم بنختصر الموضوع وندهوله في حقنه. بدايه كده هنا كل الانواع اللي هناخدها دي كلها في الكومباينيشنز، كل انواع الكومباينيشنز هنلاقي ان كلهم هنلاقي الدي تاب واحد موجود فيهم. الدي تاب اللي هو كان اختصار لايه؟ الدي تاب اللي هو بتاع الدفتيريا والتيتانوس و البرتاسز، كلهم موجود فيهم كل الكومباينيشن اللي احنا هنتكلم فيها دول موجود فيها التيتات، ما عدا ثلاثه كومباينيشن بس. الثلاثه كومباينيشن دول اثنين فيهم هنلاقي الهيباتيتس بي فاكسينز موجود فيهم، والكومباينيشن الاخير عباره عن الفاريسيلا والام ام ار. تمام؟ خلينا نبدا بالكومباينيشنز دي. اول كومباينيشن هنتكلم عليها هي الدي تاب مع الاتش اي بي، الدي تاب مع الاتش انفلونزا تايب بي فاكسينز. لما حطوا الكومباينيشن دول مع بعض لقوا ان نسبه الانتي بادز اللي بتتكون نتيجه الكومباينيشن اقل من نسبه الانتي بادز اللي بالنسبه للاتش اي بي او الهيومن انفلونزا. لقوا ان نسبه الانتي بادز اللي بتتكون نتيجه ان احنا بناخد الفاكسين ده لوحده اقل من نسبه اكتر من نسبه الانتي بادز لو احنا بنتاخد الفاكسين ده في الكومباينيشن. فبالتالي اتكلمنا احنا في الاول ان اساس الابروفال بتاع الكومباينيشن ده ان ما ياثرش لا على السيفتي ولا الافكسي. فبالتالي هو اثر على الافكسي لان قلل الاتش اي بي انتي بادز، وبالتالي ف البرودكت ده اللي كان اسمه التراي هيبت ده اتسحب من اليونايتد ستيتس ماركت. تاني كومباينيشن موجود معانا الدي تاب مع الاي بي بي. الاي بي بي اتفقنا ان هو اختصار الانكتيفيتد بوليو فاكسين. لقوا ان الدي تاب مع الاي بي بي لقوا ان الكومباينيشن ده ملوش اي تاثير على الانتي بوديز بتاعت الاثنين سواء الاي بي بي او الدي تاب، وبالتالي فهو مفيش مشكله منه انديكيتد. بس انديكيتد امتى بقى؟ انديكيتد لو لما هندي الدوز، لو احنا بندي الدوز الخامسه من الدي تاب او الدوز الرابعه لما بنيجي ندي او لما هنيجي ندي الطفل الدوز الرابعه من الاي بي في. نخلي بالكم كده نفتكرها، الدي تاب اربع حروف فبالتالي هيبقى هنديه عند الدوز الخامسه. لو الاي بي في، الاي بي في ثلاث حروف فبنديه عند الدوز الرابعه. هنا البراند بتاعه اسمه ايه؟ البراند بتاعه اسمه الكاينيركس. الكومبينيشن التالت معانا هنا هيبقى عباره عن الدي تاب والهيباتيتس بي فاكسين، والبرودكت ده موجود لكن مش موجود جوه اليونايتد ستيتس، وما فيش منه مشكله سواء في السيفتي او في الافيكاسي، ما بيأثرش على الانتي بادي كونسنتريشن. تمام؟ اللي بعد كده الكومباينيشن اللي بعد كده الدي تاب مع الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي كومباينيشن. لو تلاحظوا هنلاقي هنا نفس في الكومباينيشن موجود فيه الدي تاب والاتش اي بي مع بعض. تمام؟ وبالتالي هو نفس الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها في اول كيسه او اول كومباينيشن اتكلمنا عليه اللي هو كان فيه الدي تاب والاتش اي بي مع بعض، هنا ضفنا لهم بس الهيباتيتس بي، وبالتالي نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه في اول حاله هو نفس الكلام هنا. الانتي بادز بتاعت الاتش اي بي بتقل في الكومباينيشن عنها لو هو بيتاخد لوحده، وبالتالي ما بنستخدمش الكومباينيشن ده. الكومباينيشن اللي بعد كده الكومباينيشن عباره عن الدي تاب مع الهيباتيتس بي مع الانكتيفيتد بوليو فاكسين. الكومباينيشن ده
ما فيش منه مشكله، ما بيأثرش على الكونسنتريشن بتاع الانتي بوديز، لكن الكونسنتريشن الكومباينيشن ده مش انديكيتد للاطفال الاقل من 6 اسابيع ولا الاطفال الاكبر من 7 سنين. يبقى احنا عندنا دلوقتي المرحله العمريه اللي بيتاخد فيها الكومباينيشن بتاع الدي تاب والهباتيتس بي والاي بي في ده من عمر 6 اسابيع لحد عمر 7 سنين. البراند بتاع الكومباينيشن ده اللي هو الدي تاب مع الهباتيتس بي مع الاي بي في اسمه البيديريكس. الكومباينيشن اللي بعد كده معانا الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي كومباينيشن، وده برضو بيتاخد من عمر 6 اسابيع لحد ما بيتاخدش من عمر اقل من 6 اسابيع. ودي ليه ما بيتاخدش اقل من 6 اسابيع؟ لان الطفل عموما اقل من 6 اسابيع عموما الاميونيتي بتاعته ما بتكونش اتكونت بالشكل اللي يقدر ان هو يستحمل الكومباينيشن ده، فبالتالي ما بيستخدموش اقل من 6 اسابيع. تمام. ايه هو البراند بتاع الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي؟ اسمه الكونفاكس. الكومبينيشن اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الاتش اي بي مع الدي تاب مع الاي بي بي. لاحظوا هنا يا جماعه ان الاتش اي بي والدي تاب متكررين عندنا دلوقتي، ده ثالث كومبينيشن يبقى فيه الاتش اي بي والدي تاب. اول اثنين كومبينيشن رفضنا فيهم الكومبينيشن ده لان اتكلمنا ان الاتش اي بي الانتي بوديز بتاعته بتقل نتيجه الكومبينيشن، لكن ده الكومبينيشن الوحيد، الكومبينيشن الثالث ده اللي هو الاتش اي بي والدي تاب والاي بي في، ده الكومبينيشن الوحيد اللي ستيل لحد دلوقتي واخد ابروفال في الاطفال. بنستخدمه من عمر كام؟ بنستخدمه من عمر 6 اسابيع لحد عمر 4 سنين. تمام. البراند بتاعه اسمه ايه؟ البراند بتاعه اسمه البنتاسيل. بعد كده الكومبينيشن اللي بعد كده الهيباتيتس اي والهيباتيتس بي فاكسينز، وده ابروفد للاستخدام للانديفيدوالز او للادلتس اللي هم من عمر 18 سنه فيما اكتر. البراند بتاعه اسمه التوينريكس. التوينريكس يعني ده توين، عموما الهيباتيتس بي والهيباتيتس اي زي التوأم زي ما بنقوله، فالاسم خده من هنا الاسم مسمينه التوينريكس. اخر كومباينيشن هنتكلم فيه وده يمكن من اهم الكومباينيشنز واللي يمكن مهمه جدا ووارد ان هو يجي في الامتحان، الكومباينيشن بتاع الام ام ار مع الفاريسيلا. الكومباينيشن ده لقوا ان لما بندي الام ام ار مع الفاريسيلا في الاطفال من عمر 12 لحد 23 شهر، يعني من الطفل من عمر سنه تقريبا لسنتين، لقى ان الانسيدنس اوف الفيبرايل سيجرز عموما بيزيد. يعني ايه فيبرايل سيجرز؟ يعني سيجرز او كونفلجنز بتحصل للطفل نتيجه درجه الحراره العاليه او مرتبطه دايما بدرجه الحراره العاليه. لما شافوا الكلام ده فقرروا ان هم يوقفوا استخدام الكومباينيشن ده از فيرست دوز. وبالتالي لو هنستخدم الكومباينيشن ده از فيرست دوز فلازم الطفل يكون عمره اكبر من 4 سنين. تمام. فبالتالي لو هنستخدم الكومباينيشن ده من الكومباينيشن ده اللي هنستخدمه از فيرست دوز هنستخدمه اكتر من 48 مانس، طفل عمره اكتر من 48 شهر اللي هي 4 سنين از فيرست دوز. طب لو هنستخدم الكومباينيشن ده از سكند دوز نستخدمه في اي وقت احنا عايزينه. يبقى الفيرست دوز دايما بالنسبه للكومباينيشن اللي هي ام ام ار مع الفاريسيلا اللي هو التشيكن بوكس فاكسين ده بيتاخد من عمر 4 سنين فيما فوق، لكن لو هيتاخد كسكند دوز فبيتاخد في اي وقت. البراند عموما بتاع الفاكسين ده اسمه البروكويد. كواد زي ما احنا شايفين كده، كواد يعني كوادري جايه من 4، هو زي ما احنا شايفين الام ام ار مع الفاريسيلا 4 فاكسينز مع بعض. تمام. اخر نقطه بيتكلم فيها بيتكلم ان احنا لما الطفل جاست ان هو بيتولد بنديله الهيباتيتس بي فاكسين، وبعد كده بيبقى في كومبينيشنز موجود فيها الهيباتيتس بي فاكسين ده، فبالتالي هيكون بياخد اكسترا دوز عموما من الهيباتيتس بي فاكسين، لكن الاي سي اي بي عموما ابروفد الكلام ده وقالت ان مفيش مانع من الكلام ده ان هو ياخد والموضوع سيف بالنسبه له. طب خلينا دلوقتي كده احنا خلصنا نقطه الكومبينيشنز، خلينا انا عايز بس اراجع على شويه نقط. اتكلمنا ان كل الكومبينيشنز اللي احنا اتكلمنا فيها كان فيها الديتاب، فكل الكومبينيشنز كلها فيها الديتاب ما عدا 3 كومبينيشنز
كومبينيشنز الهيباتيتس بي كان موجود في اتنين فيهم، والاخراني اللي هو اتكلمت عليه اللي هو كان المهم اللي هو الام ام ار فاكسين مع الفاريسيل. ايه هما الاثنين الاكسبشنز؟ الاثنين الاكسبشنز اللي كان فيهم الهيباتيتس بي كان الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي وكنا مسمينه الكونفاكس، والهيباتيتس ايه مع الهيباتيتس بي اللي تسميناه التوأم او التوينريكس. تمام. الحاله الوحيده اللي كان ابروفد فيها ان احنا نستخدم الاتش اي بي مع الديتاب اللي كان فيها الاتش اي بي مع الديتاب مع الاي بي في او الانكتيفيتد بولو فاكسينز اللي كنا بنسميها البنتاسيل. عايز ارجع معاكم برضو الاعمار اللي اتكلمنا فيها على اللي بيتاخد فيها الفاكسينز. اول حاجه لو بنتكلم على البيدياريكس، البيدياريكس اللي هو كان الديتاب مع الاتش مع الهيباتيتس بي مع الاي بي في، ده اتكلمنا ان احنا بناخده من عمر 6 اسابيع لحد عمر 7 سنين، لا اقل ولا اكتر. تمام. بعد كده الكونفاكس، الكونفاكس اللي هو الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي، ده بيتاخد من عمر 6 اسابيع فيما طالع، وان احنا ما بنستخدمش اقل من 6 اسابيع عشان الاميونتي ما بتبقاش لسه تمام. تمام. بعد كده البنتاسيل، البنتاسيل بيتاخد من عمر الكامل، البنتاسيل بيتاخد من عمر 6 اسابيع لحد عمر 4 سنين. البنتاسيل ده كان الكومباينيشن بتاع الاتش اي بي مع الديتاب مع الاي بي في. تمام. ده الكومباينيشن الوحيد اللي كان ابروفد يا جماعه في الاتش اي بي مع الديتاب، البنتاسيل الاتش اي بي والديتاب الكومباينيشن الوحيد الابروفال فيهم البنتاسيل. البنتاسيل اللي بيستخدم من عمر الكام؟ بيستخدم من عمر 6 اسابيع لحد عمر 4 سنين. بعد كده التوينريكس، التوينريكس بنستخدمه امتى؟ التوينريكس بنستخدمه من عمر 18 سنه وانت طالع. بعد كده البروكواد اللي هو الام ام ار مع الفاريسيلا بنستخدمه من 48 فوق ال 48 شهر لو احنا بنستخدمه از فيرست دوز او اساسا سكند دوز، ممكن ان احنا نستخدمه في اي وقت. دي تجميع استخدام الاعمار عموما بالنسبه للفاكسينز. اللي بعد كده النقطه اللي بعد كده هنتكلم فيها، هنتكلم في الانترتشينجابيلتي اوف البرودكتس. يعني ايه انترتشينجابيلتي اوف البرودكتس؟ اتكلمنا ان احنا دلوقتي لو هو بياخد فاكسينز والفاكسينز ده من المحبب او من الريكومنديشنز ان احنا نستخدم نفس البرودكت او نفس البراند اللي احنا بندي بيه الفاكسينز. فلو انت مثلا بتدي له فاكسين معين واستخدمت من اول الفاكسينز ده برودكت اكس، فيستحسن ان انت تفضل مكمل في البرودكت اكس ده لحد اخر التطعيم. تمام. لكن برضو في الاول وفي الاخر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت دلوقتي حصلت ظروف وحصل فرض ان البرودكت ده مش موجود، فعشان كده في حطوا قواعد للانتر تشينجابيلتي دي، ويمكن هم تقريبا حوالي 6 جمل او ست كيسز موجود معانا. انا عشان اسهل على علينا الموضوع عموما مسمي كل جمله فيهم باسم كده نفتكره بيه. اول كيس موجوده معانا، الكيس دي بيتكلموا فيها على الديتاب، والكيس دي انا مسميها 3 على 5. يعني ايه 3 على 5؟ بيتكلم ان انت الستاندرد طبعا ان انت تستخدم نفس البرودكت بالنسبه للديتاب دايما، لكن لو حصل او انت مضطر فعلى الاقل تستخدم اول 3 دوزز من نفس البرودكت، وبعد كده في اخر 2 دوز من الخمسه دوزز تبدا ان انت تغير فيهم، ما عندكش مشكله ان انت تغير فيهم. ده طبعا في حاله ان البرودكت ده مش موجود او في حاله حدوث مشاكل الشركه وقفت صنعه، انما لو طبعا البرودكت موجود فاتفقنا ان احنا ما فيش مشكله ان احنا نفضل مكملين فيه، او من المستحب ان احنا نفضل مكملين في استخدام نفس النوع. يبقى دي تاب 3 على 5، يعني اول 3 دوزز لازم نفس البرودكت او يفضل نفس البرودكت، والاثنين دوز التانيين من الخمسه دوزز ممكن نستخدم فيهم برودكت تاني. بعد كده الحاله الكيس اللي بعد كده هنتكلم فيها على التي داب. التي داب اتفقنا ان التي داب هو عباره عن بوستر دوز عموما من التي داب، وعرفنا الفرق ما بينه عموما في اول المحاضره. التي داب عموما الجمله دي انا مسميها الاستقلال التام، هو مستقل جدا بنفسه. يعني ايه مستقل بنفسه؟ يعني ملوش اي علاقه بالتي داب، ملوش. لو انت استخدمت مثلا برودكت اكس مثلا من التي داب في سن الطفوله عموما، وانت بتاخد البوستر دوز من التي داب دي، مالكش اي علاقه او مالكش اي علاقه بالبرودكت ده، ولا بتبص له ولا بنفكر فيه خالص، فملوش اي علاقه بالبرودكت اللي انت خدته في تطعيم الطفوله بالنسبه للدي تاب. تمام. امثله ايه هو اسامي البراندات عموما بتاعت الدي تاب؟ البوستريكس، البوستريكس اتكلمنا ومتاخده طبعا من ان هو بوستر دوز، والاداسيل. تمام.
تالت كيس موجود معانا بنتكلم على الكيس بتاعت الهيباتيتس بي، والهيباتيتس بي بنسمي الكيسه دي الهيباتيتس بي ما يقولش لا، الهيباتيتس بي بالنسبه له ما عندوش مشكله. لو انت هتعمل هتغير عموما بين البرودكتس ما عندوش اي مشكله ومفيش اي مانع، كل البرودكتس عموما بالنسبه له مقبول ان انت تغير ما بينها. ايه هي اسامي البراندات عموما بتاعت الهيباتيتس بي؟ الهيباتيتس بي فاكسينز اتنين، واحد اسمه الانرجكس بي والتاني اسمه الريكومبيفاكس اتش بي. يبقى الانرجكس بي والريكومبيفاكس اتش بي، يمكن انا مجمع لكم الاسامي دي في الاخر كده ومريح، وهوريكم الاشكال بتاعت العلب بتاعت كل البراندات دي، عشان بس يمكن لو هو حتى بيتكلم بعديه او لما يجي حد يتكلم قدامك باسم البراند عموما تبقى عارف هو بيتكلم على الكومبينيشن ايه، او لو حتى جه في الامتحان سال باسم البراند ده. تمام. الكيس اللي بعد كده، الكيس اللي بعد كده هنتكلم فيها على البوليو فاكسينز. البوليو فاكسينز وانا مسمي الكيسه دي، انا كنت واحد، انا كنت اتنين وبقيت واحد. دي مثال على البوليو فاكسينز. البوليو فاكسينز ده كان موجود منه لحد سنه 79 نوعين من الفاكسينز الاورال. بوليو فاكسينز اللي هو البوبي في اللي احنا اتفقنا ان هو كان مثال على اللايف اتنيويتد فاكسينز، والنوع الثاني اللي هو الاي بي في او الانكتيفيتد بوليو فاكسينز، واللي كان مثال على الكيلد انتيجين او الانكتيفيتد فاكسينز. جم سنة 79 في طفل خد الاورال بوليو فاكسينز ده ومات بعديها. تمام. فلما خد البوليو، خد اما خد الكيس دي، الستيتس بدات انها تسحب البرودكت اللي هو بتاع الاورال فاكسين ده، وبالتالي ما بقاش موجود فيه غير الاي بي في اللي هو الانكتيفيتد بوليو فاكسينز. فبالتالي الكيس دي اتكلمنا فيها ان البوليو كان اتنين برودكتس، ودلوقتي بقى برودكت واحد في اليونايتد ستيتس. الحاله اللي بعد كده هنتكلم فيها على الاتش اي بي او الهيومن انفلونزا، الاتش انفلونزا فاكسينز. والكيس دي انا مسميها غير ما بيننا بس لو تقدر، غير ما بيننا بس لو تقدر. الاتش اي بي عموما ليه ثلاث انواع او ثلاثه برودكتس موجودين في الماركت، اثنين منهم شبه بعض والبرودكت الثالث فيه اختلاف شويه. ايه هم الاثنين برودكتس اللي شبه بعض؟ الهيب تايتر والاكت هيب. طب شبه بعض في ايه؟ شبه بعض عموما ان الريجيمين عموما بتاع التطعيم فيهم عباره عن ثلاثه دوزز بس. البرودكت الثالث عموما اللي هو البيت فاكس عموما اتش اي بي، البيت فاكس عموما اتش اي بي ده بيتاخد منه اربعه دوزز. فانت محتاج هيبقى في فرق دوز لو قدرت ان انت تغير من واحد من الاثنين دول للبيت فاكس. تمام. وبالتالي فانت هنا شعار الجمله دي او السلوجان بتاع الجمله دي غير لو تقدر. انا بس هحط لكم الكلام ده يمكن عشان انا حابب ان يعني الشابتر ده عموما فيه كلام كتير، فحابب ان انت تبسط المعلومه على نفسك وتحاول تفتكرها باي حاجه تدل عليها. اخر كيس معانا هنا بنتكلم فيها عن الاتش بي في او الهيومن بابلوما فيروس. اتكلمنا عن الهيومن بابلوما فيروس كان بيتاخد من عمر كام، ابروفد بالنسبه للسكيدي ولا الجديد من عمر 9 ل 26، وكان بنستخدمه ضد الجينيتال وارتس. تمام. الاتش بي في انا مسمي الكيسه دي واحد ونص. يعني ايه واحد ونص؟ هو عباره عن اتنين برودكت، واحد فيهم شامل كل السيرو تايبس اللي بيغطيها البرودكت الثاني. هنفهم يعني ايه بعد كده. الاثنين برودكتس دول عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها الجاردازيل. تمام. ده الواحد، والسيرفاكس ده اللي هو النص. ليه الجاردازيل ده واحد والسيرفاكس النص؟ الجاردازيل ده بيغطي اربعه تايبس بيسموه اتش بي في 4، بيغطي تايب 6 و11 و16 و18، لكن السيرفاكس ده بيغطي نوعين بس، اللي هم ايه؟ اللي هم ال 16 وال 18، وعشان كده بيسموه اتش بي في 2. تمام. فبالتالي الجاردازيل ده كل السيرو تايبس اللي بيغطيها السيرفاكس هو بيغطيها، وبيغطي كمان اثنين سيرو تايبس غير الاثنين اللي بيغطيهم السيرفاكس. طيب خلينا نعرف هنا التايبس دي عموما مهمه ليه. التايبس عموما تايب 6 و11 اسوشيتد ويز الجينيتال وورتس، لكن تايب 6 و18 او 16 و18 عموما اسوشيتد ويز الجاينوكولوجيكال اند البنايل كانسر، الانال والبنايل كانسر. لو يعني 16 و18 عموما او السيرفكس عموما بيتاخد عشان الوقايه عموما من الكانسر، هو مين اللي عشان الانال والبنايل كانسر. لكن الجاردازيل، فالجاردازيل عموما شامل
الفاكسينيشن ضد انواع الكانسر دي، وكمان هو ممكن ان هو يتاخد عشان الجينيتال وارتس. تمام، يبقى كده اتكلمنا في نقطه الانتر اتشنجابيلتي، اتكلمنا فيهم على الانواع، اتكلمنا ان الاس اي بي بتقول ان انت يفضل ان انت تستخدم نفس البرودكت على طول، لكن لو لا قدر الله حصل في الامور امور ممكن ان انت تغير ما بينهم. اتكلمنا على الكيسات، وسمينا كل كيس منهم باسم، الدي تاب سميناه 3 على 5 عشان بنستخدم لازم نستخدم 3 دوز من الخمسه بنفس البرودكت. الدي تاب مستقل ذاتيا على الدي عن الدي تاب، وكان في منه نوعين اللي هو البوستريكس والاداسيل. الهيباتيتس بي ما بيقولش لا، ممكن تغير ما بين النوعين براحتك. النوعين كانوا هم ايه؟ كانوا الانرجيكس بي والريكومبيفاكس اتش بي. بعد كده اتكلمنا في البوليو، البوليو كان بيقول انا بقيت واحد بعد ما كنت اتنين، كانوا موجودين الاي بي في والاورال بوليو فاكسينز اللي هو الاو بي في، الاي بي في والاو بي في، لكن الاثنين دول بقى واحد، لان الاو بي في اللي هو كان لايف اتنيويتد اتشال من اليونايتد ستيتس سنه 79، لان اسر وفاه واحد او طفل خد الفاكسين ده، فبالتالي ما بقاش قدامك غير الاي بي في. اتكلمنا بعد كده الكيس اللي بعد كده على الاتش اي بي، وقلنا ان الاتش اي بي شعار السلوجان بتاعها غير ما بيننا لو قادر، غير ما بين البرودكتس بتاعتها لو قادر، ليه كان اتنين شبه بعض اللي هم الاكت هيب والاتش بي تايتر، دول بيتاخدوا 3 دوزز بس، لكن البيتفاكس عموما اتش اي بي كان بيتاخد 4 دوزز. اخر حاجه الاتش بي الاتش بي في كان مسمينه 1.5، مين هم الواحد؟ الواحد اللي هو الجاردازيل او الاتش بي في 4، عشان فيه 4 تايبس او 4 سيرو تايبس من الفاكسينز من الهيبوبابيلوما فيروس، لكن النوع الثاني اللي هو السيرفاكس ده هو النص، وكان فيه نوعين بس من الاتش بي في فاكسين. تمام، بعد كده هنتكلم على الكونترا انديكيشن بتاعه الكونترا انديكيشن بتاعت استخدام الفاكسينز، ايه الحالات اللي احنا الكونترا انديكيتد ان احنا نستخدم فيها الفاكسين. تمام، انا يمكن هاخدهم كلهم دلوقتي كيس بكيس وهلخصهم لكم كلكم لما هبدا اراجعهم معاكم بطريقه انها تسهل لنا شويه الحفظ بتاعهم. اول كيس هنتكلم فيها الكونترا انديكيشن، ان يحصل انافيلاستيك رياكشن للفاكسين او اي كومبوننت من الكومبوننتس بتاعته. يعني ايه انافيلاستيك رياكشن؟ اتكلمنا على الانافيلاستيك رياكشن قبل كده. الانافيلاستيك رياكشن ده هو اكتر درجه سفير من الالرجي، اكتر ستيج سيفير من الالرجي، عباره عن ايه؟ الطفل او البيشنت اللي بيجي لك من الانفلاستيك تشوك دي عموما حاله امرجنسي، بيجي الطفل مورم دايما كده وفي بوتش في كل جسمه، اتش جدا، الطفل ده بيبقى جاي الضغط بتاعه ضغطه قليل جدا، والطفل ده ممكن لو انت ما لحقتوش على فكره الطفل ده ممكن يموت منه، فدي حاله خطيره جدا وحاله امرجنسي، وبتبقى نتيجه حساسيه شديده لماده معينه. تمام، بيتكلم اول حاجه هنا فيها بيتكلم على البوليو فيروس عموما والام ام ار والفاريسيلا، الثلاثه دول بيبقى فيهم نيومايسين، فبالتالي لو انت عندك حساسيه من النيومايسين كونترا انديكيتد ان انت تستخدم الاي بي في او الام ام ار او الفاريسيلا. لو انت عندك حساسيه من البيض ممنوع ان انت تستخدم انفلونزا فاكسين سواء اللايف او الانكتيفيتد برودكت، يعني النوعين بتوع الانفلونزا ممنوع ان انت تاخد، لو انت عندك حساسيه من البيض ممنوع ان انت تاخد فاكسين الانفلونزا خالص. البطوله دايما دايما يعني في حتى في اشاعات دايما يقول لك ما تاكلش بيض ولو انت عندك انفلونزا، البطوله دايما افتكر البيض دايما ليه علاقه بالانفلونزا، فهنا دي اول انا حاجه دوكيومنتد اشوفها عموما عن الموضوع بتاع البيض والانفلونزا ده، اللي هو الانفلونزا فاكسينز ممنوع ان انت تستخدمه لو عندك حساسيه من البيض. تمام، ثالث كيس بيتكلم فيها بيتكلم ان لو انت عندك حساسيه من البيض عادي ممكن تاخد الام ام ار، مش معنى ان الام ام ار كورونا عموما في تشيك امبيريو تيشو ان هو يبقى فيه حساسيه من ان يبقى فيه حساسيه منه للناس اللي عندهم سيفير ايج الرجي، فبالتالي لو انت عندك سيفير ايج الرجي ما تاخدش انفلونزا وعادي جدا ان انت تاخد ام ام ار. يبقى كده اتكلمنا دول الانافلاستيك رياكشن. ايه الحاجه الثانيه اللي كونترا انديكيتد عموما لو انت اكيوت، لو في اكيوت مودريت تو سيفير فيبرايل ايرنس، لو انت في سخونيه شديده عموما بالنسبه للفاكسينز او خدت الفاكسين وحصل سخونيه شديده ما تكملش فيه. تمام،
اتكلمنا السفير، السفير في بال ده اللي هو علم 39، اتكلمنا فيها يمكن في المحاضره اللي فاتت. لو البيشنت ده اميونو عنده اميونو ديفيشنسي ما ياخدش اي حاجه لايف اتنيويتد طبيعي. لو هو عنده الاميونيتي عموما بتاعته كومبرومايز او الاميونيتي بتاعته مش تمام، اي حاجه لايف لو انت اديته اللايف اتنيويتد فاكسينز اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المحاضره مش هيقدر ان هو يتغلب عليها ومش هيقدر يموتها، وبالتالي هتسبب له الانفكشن. انت كده بتضر وما بتفيدوش. طب مين اللي كنا لو احنا افتكرنا كانت ايه هي الاكزامبلز بتاعت اللايف اتنيويتد فاكسينز؟ اول حاجه الاوريو بوليو، الاورال بوليو فاكسينز اللي احنا اتكلمنا ان هو اتسحب من الماركت، والام ام ار والفاريسيلا اشهر ثلاثه لايف اتنيويتد فاكسينز. بالنسبه للبريجنانسي ممنوع برضو تاخد ام ام ار او فاريسيلا. تمام. لو في حد بيتعالج من بالميونوجلوبولين ممنوع ان هو يستخدم الام ام ار والفاريسيلا كونكوميتنت مع استخدام الميونوجلوبولين. يعني ايه كونكوميتنت؟ يعني في نفس وقت استخدام الميونوجلوبولين لازم يفصل ما بينهم في الاستخدام، والمده والانترفال عموما ما بين الدوز بتاعت الام ام ار والفاريسيلا فاكسينز والميونوجلوبولين دي بتعتمد على مقدار الدوز او وعدد الادمنستريشن بتاع الاميونوجلوبين اللي بياخده. الناس اللي بياخدوا اميونوجلوبين ده، الاميونوجلوبين ده اللي هو الانتي بادز اللي بتتكون، وده في الغالب تريتمنت لحاجه لديسيز عموما ليها علاقه بالاميونتي. لو ايتو اميون ديسيز او الناس الاميونو كومبرومايز ده بيدوهم اميونوجلوبين، بيدوهم انتي بادز عشان انها تحسن الاميونتي بتاعتهم شويه. فلو هو حد بيتعالج باميونوجلوبين ممنوع ان هو ياخد كونكوميتنت معاها ام ام ار او فاريسيل. تمام. الحاله الاخيره معانا كونترا انديكيتد، لو خد التتاب وحصل له انكفالوبسي عموما خلال 7 ايام من استخدام التتاب. تمام. يبقى نلخص بقى دلوقتي الحالات. لو هنلاحظ ان هنا هنلاقي كل معظم الحالات عموما ليها علاقه بالام ام ار والفاريسيلا. تمام. فلو ام ام ار وفاريسيلا والاي اي والاي بي في اللي هو الانكتيفيتد بوليو فاكسينز، دول الثلاثه فيهم نيومايسين، فبالتالي ممنوع ان انت تستخدمهم مع الناس اللي عندهم حساسيه من النيومايسين. الام ام ار والفاريسيلا والاو بي في اللي هو الاورال بوليو فاكسينز ممنوع ان انت تستخدمه بالنسبه للناس اللي هم كومبرمايز. الام ام ار لوحده بيبقى جرو على تشيك بيريو تيشو، فبالتالي ما تخافش من حساسيه البيض مع الام ام ار. الام ام ار والفاريسيلا برضو هنلاقي كل الكلام، انا مجمع كل الكلام حوالين الام ام ار والفاريسيلا. الام ام ار والفاريسيلا مع بعضهم الاثنين ممنوعين في البريجنسي، والام ام ار والفاريسيلا ريسنت ادمنستريشن اوف الاميونوجلوبولين لازم نفصل ما بينهم، والفصل ده اتكلمنا حسب طريقه الادمنستريشن بتاع الفاكسين وحسب الدوز بتاع الاميونوجلوبولين. ايه هي النقطه الثانيه اللي اتكلمنا فيها؟ اتكلمنا ان الانفلونزا فاكسينز بالتو تايبس بتوعه ممنوع ان احنا نديه لحد عنده حساسيه من البيض. اتكلمنا لو هو حصل له اكيوت تو مودريت في براير رياكشن عموما ممنوع ان احنا نديله الفاكسينز، او لو بالنسبه للديتاب حصل انكفالوبسي في خلال 7 ايام من استخدام الفاكسينز فممنوع ان احنا نكمل معاه الفاكسينز. بعد كده هنتكلم بقى على الخرافات، الميس كونسبشن بقى اللي موجوده عند الناس كلها بالنسبه للفاكسينز. ايه هي الميس كونسبشنز دي؟ والمفروض ان انت كدورك كفارماسيست عموما ان انت تصلح الكونسبشنز دي. اول حاجه بيجي يقول لك لو حد عيش شويه حصل له مايلد او هو عيان قبل ما ياخد الفاكسينز، فيقول لك ده الواد تعبان المفروض ايه ما نطعموش. لا، مفيش مشكله لو هو في مايلد اكيوت إلنس مفيش مشكله ان انت تطعم. طب لو هو واخد مضاد حيوي، لو بياخد مضاد حيوي بيجي لك يقول لك يا دكتور الواد دلوقتي بياخد مضاد حيوي اخله التطعيم شويه؟ لا، ما تاخلوش التطعيم شويه. المضاد الحيوي ملوش اي علاقه بالتطعيم الا لو كان في حساسيه من النيومايسين او الستريبتومايسين زي ما اتكلمنا من شويه. تمام. طب لو خد التيتاب وحصل له احمرار، شويه احمرار كده مكان الحقنه وشويه سويلنج كده، مفيش اي مشكله برضو يكمل التيتاب عادي. التيتاب ما نوقفوش غير لو كان فيه انكفالوبسي في خلال 7 ايام من الادمنستريشن وفي التيتاب. تمام. النقطه اللي بعد كده، لو ام الطفل اللي بتطعم دي حامل، يعني مفيش فاهم العلاقه ما بينهم بصراحه، بس في ساعات بيختلط على الناس عموما ان الحمل دايما، الناس لما بيبقى في حمل الناس بتاخد حذرها دايما، تسال على عموما كل تفصيله صغيره. لو الطفل اللي بيتطعم ده امه حملت برضه مفيش اي مشكله من ال
ان هو ياخد الفاكسينز، والست اللي بترضع مفيش مشكله انها ابنها ياخد الفاكسينز ده، لو في حساسيه من الانتي بايوتك من اي انتي بايوتك ياخد الفاكسين برضه عادي، يتطعم عادي، الا لو كنا اتفقنا ان هم بس لو عنده حساسيه من اليوميسين والستريبتوميسين دول ما ياخدش فيهم الفاكسين. تالت اخر جمله هنتكلم فيها الفاميلي هيستوري من الفاكسينيشن، لو ابن عمه ابن خاله ابوه هو صغير اتدعم ضد اي حاجه وحصل له مشكله بالنسبه لها، ده مش سبب كافي بالمره ان هو نمنعه من التطعيم، ملوش اي علاقه الفاميلي هيستوري هنا بنقطه الفاكسينيشن. فبالتالي لو جه حد قال لك انا دلوقتي الفاميلي هيستوري بتاعي ان انا بالنسبه للفاكسين مش تمام، لا اقول له انصحه ان هو يتدعم ما عندوش اي مشكله. دي كانت الميس كونسبشنز عموما اباوت الكونترا انديكيشنز وان هم نوت كونترا انديكيتد. وخلي بالكم الحته دي يمكن يسال فيها في الامتحان ان هي من ضمن الكونترا انديكيشن ولا لا، فدايما تكون عارف ان الحاجات دي عموما نوت كونترا انديكيتد، فبالتالي هي انديكيتد يعني. طيب بعد كده هنخش على الاسباب بتاعت الاندر ايميونايزيشن، ليه الناس ما بتتطعمش؟ الجمله اللي بنقولها مرارا وتكرارا تقريبا في كل ريسك فاكتورز او في كل حاجه خاطئه، اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس، الحاله تعبانه، الناس الفقر، الناس حالتهم مش على قد كده، فبالتالي ما يقدرش ان احنا ما بيقدرش ان هو يطعمه او ما عندوش الوعي الكافي ان هو يطعمه باعتبار البيئه والانفايرمنت اللي هو فيها عموما، ما عندهمش الاويرنس الكافي. تاني نقطة بنتكلم فيها ان ليت ستارت من الفاكسين سيرس، عموما هو بدأ التطعيم متأخر، فبالتالي هو ده التطعيم ده اللي بدأه ده ممكن ان هو يفوت او مش ماشي مع الأطفال اللي في سنه عموما، فبالتالي ممكن يفوت جرعات، ممكن ان هو ما يبقاش عنده دراية عموما بالكاتش اب سكيديول اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو للناس اللي هم حصل لهم ديلي في الفاكسينيشن او الناس اللي هم ما خدوش فاكسينز معين. تالت حاجه اللي هي البيست اوبورتيونيتيز، يعني ايه بيست اوبورتيونيتيز؟ البيست اوبورتيونيتيز يعني الراجل اللي هو العائل بتاع الاسره ده ان اوير او عموما العائل، يعني احنا ممكن نقول عليها حتى ممكن تبقى في صوره الدوله في صوره الحكومه، الحكومه دي او رب الاسره ده ايفن اللي موجود ما عندوش درايه ان الفاكسين ده مهم، فبالتالي ده دور التوعيه برضو اللي كفارماسيست ليك دور فيها طبعا كبير. تاني حاجه بالنسبه للميزد اوبورتيونيتيز ان ما يكونش الفاكسينز متوفر في الوقت الحالي، بالتالي تبقى دي طبعا ميزد اوبورتيونيتي للفاكسينيشن. اخر حاجه ان يكون في كونترا انديكيشن بالنسبه للفاكسينز. طبعا هو الكلام كله يعني زي ما احنا شايفين كده انشا. اخر حاجه هنتكلم فيها بالنسبه لي الفاكتورز بتاعت الاندر ايميونيزيشن الاشاعات بقى. الاشاعات اللي بتطلع على الفاكسينز واللي عموما في منها اللي صحيح وفي منها لحد دلوقتي ما اتسمعش. ايه هي الكونسيرنز ده؟ اول كونسيرن عموما هنتكلم فيه ده بخصوص الام ام ار فاكسينز، بيقولوا ان هو بيسبب اوتيزم، اللي هو الام ام ار بيسبب توحد، والكلام ده لحد دلوقتي مش ابروفد. تمام؟ تاني اشاعه هنتكلم فيها، هنتكلم فيها عن البي سي في او المينينجوكوكال فاكسينز، والناس بتقول ان هو بيعمل جوليان باري سيندروم، وعلى فكره في 15 حاله ريبورتد عموما في سن المراهقه بعد ما خدوا المينينجوكوكال فاكسينز ده، لكن لحد دلوقتي الاي سي اي بي بريكومند استخدام المينينجوكوكال فاكسينز، فبالتالي هو لحد ستيل لحد دلوقتي ابروفد، وبالتالي لما هيجي لك بيشنت هتطعمه، والمفروض ان انت ما تخوفوش من حاجه زي او ان انت تطمنه بالنسبه للكونسيرن ده. ايه هو بقى الجوليان باري سيندروم؟ الجوليان باري سيندروم ده عباره عن رير ديسيز عموما. الرير ديسيز ده عباره عن اوتو اميون ديسيز. الاوتو اميون ديسيز ده عباره عن بولينيفروباسي يعني التهاب في الاعصاب موجود في كل حته في الجسم. بيبدا الاول بايه؟ بيبدا بويكنس الاول ولسع في الاطراف، وبعد كده بيبدا ان هو يخش على الجذع وعلى الترنك، فبالتالي هو بدايته من الاطراف وبعد كده بيرجع يخش على الجذع، وفي الاخر خالص بينتهي بحاله شلل. يبقى اذا الجوليان باري سندروم عباره عن اوتو اميون ديسيز، حدوثه نادر خالص، بيبقى في الغالب نتيجه انفكشن، بيبدا بتنميل وضعف في الاطراف وبعد كده بينتهي لا قدر الله شلل كامل في الجسم.
بعد كده الكونسيرن اللي هنتكلم فيه، هنتكلم على الروتا فيروس. الروتا فيروس قال ان هو بيعمل انترسبشن. الانترسبشن ايه هو الانترسبشن؟ الانترسبشنز يعني الامعاء دخلت في بعض. يعني ايه الامعاء دخلت في بعض؟ انا اوريكم الصوره دلوقتي هنفهم منها. دي صوره الانترسبشن، ده انترسبشن زي ما احنا شايفين الامعاء كده انفاجينيتد جوه بعضيها كده، ده مثال للانترسبشن. فيوضح لنا الشكل بالظبط بتاعه، الامعاء دخلت كده اتكورت جوه بعضيها او اتلخبطت في بعضيها، دخلت جوه بعض كده، فبالتالي تسميها الانترسبشن. زي ما احنا شايفين الصوره الثانيه دي، هنا في السمول انتستد داخله جوه اللارج انتستد، ده نوع برضو من الانترسبشن. ولقوا فعلا ان الروتا شيلد في نوع من كانوا ثلاث انواع موجودين في الماركت، نوع منهم اللي هو الريتا شيلد اتسحب من الماركت بسبب موضوع الانترسبشن ده، لكن فضل نوعين موجودين ما اتثبتش عليهم الكونسيرن ده، اللي هو اللايف اورال روتا فيروس اللي بيسموه الروتا تيك، والتاني اللي هو اللايف اتنيويتد هيومن روتا فيروس اللي بيسموه الروتا ريكس. مفيش اي واحد من الاثنين برودكت دول اتثبت عليهم الانترسبشن، وبالتالي فهنستخدمهم بدون اي مشاكل. وبرضه لما هيجي العائله عموما او الطفل او والدته نطمنهم بالنسبه لاستخدام الروتا فيروس فاكسين. تمام. بعد كده اخر جزء هنتكلم فيه، هنتكلم على الفاكسينيشن بالنسبه للسبيشال اند سبيشال بوبوليشن. اول حاجه هنتكلم فيها، هنتكلم بالنسبه للبري تيرم انفانتس زي ما بيسموهم الاطفال المبتسرين، الاطفال اللي اتولدوا قبل ميعادهم. بالنسبه للطفل اللي اتولد قبل ميعاده بنحسب له عمره من امتى؟ بنحسب له عمره من عمر الولاده اللي هو الكرونولوجيك ايج، ده اللي هو عمره الولاده. وبالتالي لما هنيجي نحسب التطعيمات في جدول التطعيمات هنحسب له عمره الطبيعي من اول ما اتولد. مش محتاج ان انت تقلل له الدوز بتاعت الفاكسينز خالص، اديله الدوز العاديه. في اكسبشن بس هنتكلم عليه بالنسبه للهيباتيتس بي، لو الولد ده اتولد وزنه اقل من 2 كيلو بتاخر له الهيباتيتس بي فاكسينز، لان الهيباتيتس بي فاكسين بيتاخد عند الولاده على طول، بتاخر له الهيباتيتس بي فاكسينز لحد ما الاميونيتي بتاعته تبدا تشد شويه. الاميونيتي بتاعته تبدا تشد شويه امتى؟ تبدا تشد شويه في مرحلتين ايهما اقرب. اول حاجه لو هو قضى 30 يوم، قضى 30 يوم عمره بقى 30 يوم، او لو طلع من المستشفى قبل كده، يعني سواء طلع من المستشفى او عمره بقى 30 يوم ايهما اقرب، بنبدا نديله الهيباتيتس بي فاكسينز. الا لو الكلام ده كله، لو الام ما كانتش بوزيتيف بالنسبه للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجن، لو ما كانتش بوزيتيف للهيباتيتس بي، لو كانت بوزيتيف بنتعامل معاها تعاملات ثانيه، لكن لو هي مش بوزيتيف، لو هو قل 2 كيلو بنستمر عليه لحد ما يوصل سن الشهر او لحد ما يطلع من المستشفى ايهما اقرب. ده بالنسبه للبريتيرم. بعد كده هنتكلم فيه على الناس الاميونو كومبرومايز. اتكلمنا على الناس الاميونو كومبرومايز اللي في الكونترا انديكيشن لو تفتكروا، اتكلمنا ان هم ما بياخدوش ايه؟ ما بياخدوش لا ام ام ار ولا فاريسيلا ولا اورال بوليو. ليه؟ لانهم لايف اتنيويتد، وبالعقل كده واحد ما عندوش مناعه استحاله ياخد حاجه لايف، بالتالي انها طبعا هي هتسبب له انفكشن، مش هيقدر الجسم ان هو يتغلب عليه. فبالتالي هنا مسموح لك ان انت تدي له ان اكتيفيتد فاكسينز، دي ما فيهاش مشكله. او تديله الاميونو جلوبولين ذات نفسها جاهزه، اللي هي الانتي بادي ذات نفسها جاهزه، دي بالنسبه لك ما فيهاش مشكله. المشكله في ايه بالنسبه للناس الاميونو كومبرومايز؟ المشكله ان انت تديله لايف فاكسينز. عشان كده انا اتكلمت في التايبس وفي الفاكسينز في الاول، عشان يهمني ان انت تعرف ايه هو اللايف فاكسينز، ايه هي انواع اللايف فاكسينز، وايه هي انواع الانكتيفيتد فاكسينز، عشان تعرف ايه اللي ممكن تديها بالنسبه للاميونو كومبرومايز وايه اللي ممكن ما تديهاش. اخر حاجه بنتكلم فيها هنا في نقطه التشيلدرن الاميونو كومبرمايز، الهاوس هولد كونتاكتس عموما، الناس اللي على احتكاك بالاميونو كومبرمايز تشايلد ده عموما المفروض ما ياخدوش اي تطعيم من التطعيمات اللي انا هقول عليها دلوقتي. الاورال بوليو، لا ياخدوا اورال بوليو ولا ياخدوا ام ام ار ولا ياخدوا فاريسيلا ولا ياخدوا انفلونزا ولا ياخدوا الروتا فيروس.
زي ما احنا شايفين كلهم، زي ما احنا شايفين اغلبهم عموما لايف اتنيويتد فاكسينز. فطبعا ده احنا بنخاف ان هو ياخد الطفل منهم، ياخد الفاكسين ده فيحصل له انفكشن فيعدي اخوه اللي هو كومبرمايزد، فبالتالي ممنوع ان هو اي هاوس كونتاكت عموما ياخد اي نوع منهم. تمام. بعد كده هنتكلم على الناس اللي بيستخدموا الكورتيكوسترويد. تمام. الناس اللي بتستخدم الكورتيكوسترويد مفيش المشكله طبعا هنا كلها برضو بالنسبه لللايف فاكسينز. ليه حاطين الكورتيكوسترويد عموما، ليه حاطينها بالنسبه للسبيشال بوبيوليشن؟ الكورتيكوسترويد زي ما احنا عارفين بتقلل الاميونيتي، فبالتالي اللايف اتنيويتد فاكسينز ممكن ان احنا نفس النقطه يعني، او من نفس نقطه البوينت اوف فيو اللي احنا اتكلمنا فيها في النقطه اللي فاتت، هي نقطه الاميونو كومبرمايز اللي هي نقطه ان الاميونيتي مش تمام، فبالتالي هيكون ليه سبيشال كونسيدريشن. بالنسبه للكورتيكوسترويدز لو هو بياخد توبيكال كورتيكوسترويدز او بياخد فيسيولوجيكال مينتيننس دوزز، يعني ايه فيسيولوجيكال مينتيننس دوزز؟ يعني بياخد نفس الدوزز اللي الجسم بيفرزها. الناس بيبقى في ناس عندهم مشاكل بالنسبه للكورتيكوسترويدز او مشاكل بالنسبه للسوبرا ادرينال جلاند عموما، فبالتالي ممكن ان هو ياخد كورتيكوسترويد از مينتيننس فيسيولوجيك دوز، فبالتالي الناس اللي بتاخد الفيسيولوجيك مينتيننس دوز دي ما فيش منها مشكله. الناس اللي بتاخد برضه لو تو مودريت دوزز بالنسبه للكورتيكوسترويدز برضه ما فيش مشكله. ايه هي بقى اللو تو مودريت دوزز دي؟ لو هو بياخد اقل من 2 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دي بريدنيزولون ايكويفلنت. يعني ايه؟ يعني لو بياخد الدوز دي ايكويفلنت، احنا بنقيس يعني عن اي حاجه اي نوع تاني من الكورتيكوسترويدز هنقيسه على البريدنيزون، ونقيس نشوف هل هو بياخد ايكويفلنت من البريدنيزون دول 2 مللي جرام ولا اقل. لو بياخد اقل فبالتالي نديله اللايف مفيش مشكله. طيب لو بياخد اكتر، لو بياخد اكتر بقى عندك نوعين. لو هو بياخد اكتر من 2 مللي جرام ومده العلاج دي استمرت اقل من 14 يوم، في الحاله دي اول ما بيوقف الكورتيكوسترويدز، اول ما بيوقف استخدام الكورتيكوسترويد تديله على طول اللايف فاكسينز. لكن لو هو بيستخدم الدوز الكبيره اللي هي اكتر من 2 مللي جرام بير كي جي بير دي دي، بيستخدمها لمده اطول من 14 يوم، لا في الحاله دي لازم تفصل استخدام اللايف فاكسينز عن استخدام الكورتيكوسترويد على الاقل بشهر. يبقى يوقف اول ما يوقف، تعد شهر من ميعاد ما وقف، وتبدا بعديها بشهر على الاقل تدي اللايف فاكسينز. اخر سبيشال بوبوليشن هنتكلم فيها اللي هي البيشنت ويز الاتش اي في انفكشنز، والبيشنت ويز الاتش اي في انفكشن دول اللي ما عندهمش مشاكل عموما كتير لو هنستخدم معاه الام ام ار بنديله الام ام ار عادي، لكن لو هو سيفير اميونو كومبرمايزد ما نديلوش ام ام ار. يمكن دي قاعده خلاص عموما عرفناها. عموما برضو زي ما قلت لكم الناس اللي عندهم اتش اي في مش هم الاميونو كومبرمايزد. الاتش اي في يعني هو ممكن يكون حامل للفيروس وما حصلش عنده اميونو لسه اميونو ديفيشنسي عموما، فعشان كده احنا ما بنعتبرهاش لسه هو اميونو كومبرمايز. لكن لو هو دخل في الاميونو كومبرمايز او دخل في الاميونو ديفيشنسي، فبالتالي نفس يسري عليه نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه على الاميونو ديفيشنسي، فبالتالي الام ام ار عادي جدا استخدامها مع الاتش اي في لو هو بري لو هو مش سيفير اميونو كومبرمايز. برضه الفاريسيلا ممكن نديها له، بس لو هو برضه اسيمتوماتيك او لسه الاعراض بتاعت الاميونو ديفيشنسي بالنسبه له مايل. الان اكتيفيتد فاكسينز ممكن تديها له بشكل طبيعي بالنسبه لنا ما فيهاش مشكله. خلصنا جزء الاميونايزيشن كده، نكون خلصنا جزء الاميونايزيشن. يعني انا بس حابب ان انا راجع على شويه نقط بسيطه كده فيه. اتكلمنا في الاختصارات، اتكلمنا في التايبس بتاعت الفاكسينز، اتكلمنا في انواع اللايف اتنيويتد اللي كان اشهر امثله عليها الام ام ار والفاريسيلا والاورال بوليو فاكسين. اتكلمنا بعد كده عن الانكتيفيتد واللي كان اشهر حاجه بالنسبه لها اللي هو الاي بي في او الهول بيرتسس سيل. اتكلمنا بعد كده على السب يونتس او اللي هو الانتيجين او البيروفايد انتيجين واللي كان مثال عليها الاتش اي بي فاكسينز والهيباتيتس
بي فاكسين، واتكلمنا اخر حاجه على التوكسويد فاكسينز اللي كان من اسمه توكسين، فبالتالي هو كان امثله عليه الديفتيريا والتيتانوس. اتكلمنا هنا على شويه حاجات، اتكلمنا ان السكيدول اتغير من سنه 2009، اهم ان الاتش سي في 13 بقى موجود هو مكان الاتش سي في 7 اللي بيسموه البريفينار. اتكلمنا ان الاتش بي في فاكسين بقى هو ابروفد من عمر 9 سنين لحد عمر 26 سنه، واتكلمنا ان في حاجه اسمها كاتش اب سكيدول موجوده بالنسبه للاطفال. اتكلمنا بعد كده على الكومبينيشنز، وقلنا ان الكومبينيشنز كلها موجود فيها الديتاب ما عدا 3 كومبينيشن، 2 منهم فيهم الهيباتيتس بي. الاثنين كومبينيشن اللي كان فيهم الهيباتيتس بي دول عباره عن الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي اللي بنسميه كونفاكس، والهيباتيتس اي مع الهيباتيتس بي اللي بنسميه التوين ريكس. الحاله الوحيده اللي كان ابروفد فيها استخدام الاتش اي بي مع الديتاب كان اللي هي الاتش اي بي مع الديتاب مع الاي بي في اللي هو الانكتيفيتد كولوفاكسينز كنا بنسميه البيتا سيل. اتكلمنا ممكن ان احنا هنا في الجزء بتاع الكومباينيشن او في جزء الجزء ده نحاول نميز شويه اسامي عموما من اسامي الفاكسينز ده. التوين ريكس اللي هو كان ايه؟ اللي هو من اسمه توين، فهو هيباتيتس ايه مع هيباتيتس بي، بروك كواد، كواد يعني 4، فبالتالي هو عباره عن 4 فاكسينز اللي هو الام ام ار والفاريسيلا. البنتا سيل من اسمه بنتا يعني رقم 5 عموما، فبنتا سيل يعني فيه 5 فاكسينز، فده كان اختصار للكومباينيشن عباره عن الاتش اي بي والدي تاب والاي بي بي. الكومباينيشن الوحيد اللي احنا قلنا ان الكومباينيشن ده فيه اتش اي بي مع الدي تاب بدون ما يقل بدون ما يكون فيه مشكله، او لحد دلوقتي عموما واخد ابروفال مع من اليونايتد ستيتس. اتكلمنا بعد كده في الانترشينجابيلتي، مسمينا كل جمله باسم، قلنا المفروض ان احنا نكمل بنفس البرودكت لكن لو حصل مشاكل فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اول جمله كانت عباره عن الدي تاب، واتكلمنا ان هو 3 على 5، اول 3 دوز بنفس البرودكت كان 5 دوزز، والثانيه اول دوز اخر 2 دوزز ممكن ان احنا نغير ما بينهم. اتكلمنا بعد كده على التي تاب، واتكلمنا ان هو از بوستر دوز من الدي تاب، لكن على الرغم من كده هو كان مستقل تماما، فممكن ان احنا ندي اي برودكت بدون النظر للبرودكت اللي الطفل ده اخده وهو صغير في تطعيم الدي تاب. تمام. بعد كده اتكلمنا على الهيباتيتس بي. الهيباتيتس بي قلنا ان هو ما بيقولش لا، ممكن تغير ما بين 2 برودكتس بتاعته بدون اي مشاكل. والبوليو كان 2 وبقى 1 اللي هو كان اورال بوليو فاكسين الساعه 79، والاي بي في اللي هو الانكتيفيتد بوليو فاكسين هو الوحيد اللي ابروفد دلوقتي. الاتش اي بي غير ما بين البرودكتس بتاعتهم بس لو تقدر، لان هم في 2 مع زي بعض اللي هم الاكت هيب والهيب تايتر، دول بيتاخدوا 3 دوزز، لكن النوع الثالث اللي هو البيت فاكس ده عموما بيتاخد 4 دوزز، فالريجيم مختلف ما بين الاثنين دول والبيتا فاكس. اخر حاجه بتكلم فيها اللي هو الاتش بي في اللي هو 1.5، كان لان في برودكت عموما اللي هو الجاردازيل او الاتش بي في 4 بيغطي 4 تايبس، اما الكونفاكس عموما فبيغطي 2 تايبس بس، فبالتالي الكونفاكس عموما بيستخدم في الوقايه من الانال والبنايل كانسر، لكن الجاردازيل عموما ممكن بيستخدم، او الجاردازيل عموما بيستخدم في الحالتين، سواء الفاكسينيشن ضد الجينيتال وارتس او الوقايه من الكانسر بتاع البي اس او الانر كانسر. تمام. النقطه اللي اتكلمنا عليها بعد كده، اتكلمنا في الكونترا، اتكلمنا بعد كده في الكونترا انديكيشن، اتكلمنا في الكونترا انديكيشن ان كلهم عموما ليهم علاقه بالام ام ار والفاريسيلا. الام ام ار والفاريسيلا لو ضفنا لهم الاي بي في فالثلاثه ممنوع نستخدم فيهم النيومايسين، لو ضفنا لهم الاو بي في اللي هو الاورال بوليو فاكسينز فممنوع نستخدمهم بالنسبه للاوميرو كومبرمايز ده عشان الثلاثه لايف اتنيويتد. الام ام ار والفاريسيلا ممنوع استخدامهم بالنسبه للبريجنانسي. الام ام ار والفاريسيلا ممنوع استخدامهم لو في ريست ادمنستريشن للاميونوجلوبولين، لازم نفصل ما بينهم. الام ام ار لوحده ما فيش منه مشكله لو اتاخد مع حد عنده حساسيه من البيض، لانه معمول على تشيك امبيريو تيشو، لكن ملوش اي علاقه بحساسيه البيض. طب مين اللي نخاف عليه من حساسيه البيض؟ اللي نخاف عليه من حساسيه البيض الطفل اللي بياخد انفلونزا فاكسينز بالبوست تايبس بتوعه، ممنوع ان هو ياخد انفلونزا فاكسين لو هو عنده ايج الرجي او سيفير ايج الرجي. ليه؟ لان
الانفلونزا عموما الايج بروتين كومبوننت من ضمن الكومبوننتس بتاعتها. لو الطفل ده عنده اكيوت تو مودريت سيفير تو مودريت فيبراير رياكشن عموما من الفاكسينز او قبل استخدام الفاكسين، كونترا انديكيتد ان انت تستخدم مع الفاكسينز. لو خد الدي تاب وحصل له انكيفالوبسي في خلال 7 ايام فبالتالي ممنوع ان انت تكمل معاه الدي تاب. طب ايه هي بقى كانت المسكونسبشنز؟ المسكونسبشنز بالنسبه ل الفاكسينيشن عموما كانت ان بيبقى فيه لو هو بياخد مضاد حيوي دلوقتي مفيش مشكله، لو هو عنده حساسيه من المضاد الحيوي برده ما فيهاش مشكله الا لو كان عنده حساسيه من النيوميسين والستريبتوميسين. لو ام الطفل اللي هيحصل له فاكسينيشن ده بحبلت مفيش مشكله ان هو ياخد الفاكسينيشن. لو هو الطفل ده لسه بيرضع برده مفيش مشكله ان هو ياخد الفاكسينيشن. لو الطفل ده اي حد من عيلته عنده كان عنده مشكله بالنسبه للفاكسينز برضه تدي له الفاكسينز ده ما بيأثرش على الفاكسينيشن. او اخر حاجه لو الطفل ده خد التيتاب ومكان الحقنه بس احمر او حصل سورنس او سويلنج كده مكان الحقنه فده برضه بنكمل معاه الدوز. بعد كده بنتكلم في اسباب الاندر ايمونايزيشن. اتكلمنا الفار كان واحد من الاسباب ان يكون في ديلي بالنسبه للستارت اب بتاع الايمونايزيشن ده، واتكلمنا الحل بتاعه اللي هو الكاتش اب سكيدول اللي احنا اتكلمنا عليه. اتكلمنا على البيست اوبورتيونيتيز ان ما يكونش في درايه بالنسبه لاهميه الفاكسينز ده، او ان يكون الفاكسين مش متوفر في الوقت الحالي او يكون كونترا انديكيتد. طب ايه هي الكونسيرنز؟ الكونسيرنز كانت عندنا 3 كونسيرنز بالنسبه لاستخدام الفاكسينز. اول واحد بالنسبه لهم كان على الام ام ار، قالوا ان هو بيجيب بيوتيزم والكلام ده مش ابروفد. تاني حاجه كانت على المينينجيوكوكال فاكسينز بالنسبه للادلوسنس الادلوسنت كاتيجوري، وكان بيقول ان هو بيعمل الجوليان ماري سيندروم وفي 15 حاله فعلا ابروفد ان هم بعد ما خدوا المينينجيوكوكال فاكسين حصل لهم، لكن هو لحد دلوقتي ابروفد. اخر حاله بنتكلم فيها كان ليها علاقه بالروتا شيلد او بالروتا فيروس، وبسبب الروتا شيلد انسحب من الماركت لانه بيعمل انتسبشن. انتسبشن يعني الاعمال داخله في بعض، لكن يفضل نوعين عندنا ابروفد من الروتا فيروس اللي هو الروتا تيك والروتا ريكس. اخر حاجه اتكلمنا على الكونسنتريشن الكونسنتريشنز عموما بالنسبه للسبيشال بوبوليشن. اتكلمنا ان بالنسبه للاطفال المبتسرين بنحسب لهم عمرهم من اول يوم ما بنقلل لهمش الدوز الا في حاله واحده، لو هو بالنسبه بياخد تطعيم الهيباتيتس بي وكان وزنه اقل من 2 كيلو فبالتالي بنستنى عليه شويه لحد ما عمره يبقى 30 يوم او يطلع من المستشفى ايهما اقرب. الكلام ده طبعا في حاله ان الام مش بوزيتيف للهيباتيتس بي. اتكلمنا بعد كده عن الناس الاميونو كومبرومايزد، قلنا الاميونو كومبرومايزد ممنوع ان انت تديهم لايف فاكسينز، ممكن تديهم ان اكتيفيتد مفيش فيها مشكله. الناس اللي ليهم احتكاك بيهم ممنوع ان هم ياخدوا اي لايف اتنويتد فاكسينز زي البوليو فاكسينز او الام ام ار او الفاريسيلا او الانفلونزا او الروتا فيروس. تمام. اتكلمنا بعد كده عن الناس اللي بياخدوا كورتيكوسترويدز، قلنا الكورتيكوسترويد بيقلل المناعه بالتالي الناس اللي بياخدوا دوز قليله من الكورتيكوسترويد ما فيش مشكله ان هم ياخدوا اللايف فاكسينز. ايه هم الناس اللي بياخدوا دوز قليله؟ لو بياخدوا توبيكال كورتيكوسترويد او بياخد فيسيولوجيك مينتيننس دوز او بياخد دوز اقل عموما من 2 مللي جرام بير كي جي بير داي بريدنيزون ايكويفالنت عموما ده ممكن ان احنا نديله اللايف فاكسين مفيش مشكله. خلي بالكم هنا بنتكلم على بريدنيزون ما بنتكلمش على البريدنيزولون، لان في فرق طبعا ما بين البريدنيزون والبريدنيزولون، هو بريدنيزون ايكويفالنت وليس بريدنيزولون ايكويفالنت. اخر حاجه اتكلمنا فيها بالنسبه لان هو بياخد اكتر من 2 مللي جرام بير كي جي بير داي ده بالتالي هيبقى هنبدا نشوف هل هو استخدم الكورتيكوسترويد ده اقل من 14 يوم، لو هو بيستخدم اقل من 14 يوم نوقف الفاكسينز ونديله على طول اللايف فاكسين، نوقف الكورتيكوسترويد ونديله اللايف فاكسينز ايميديت على طول ايميديت يعني على طول، لكن لو هو استخدمه لمده اطول من 14 يوم فبالتالي لازم نفصل ما بين استخدام اللايف فاكسينز والكورتيكوسترويد على الاقل شهر، نبدا نقعد الشهر الاول موقف الفاكسينز فشهر على الاقل ما بين موقف الكورتيكوسترويد والفاكسينز بتاع اللايف اتنيويتد فاكسين.
اخر حاجه هنتكلم فيها الناس اللي عندهم اتش اي في ياخدوا ام ام ار عادي، مفيش مشكله الا لو كان سيفير ايمونو كومبرومايز ياخد فاريسيلا عادي طول ما هو اسيمتوماتيك او السيمتومز اللي حصلت له بالنسبه للايمونو ديفيشنسي عموما قليله، لان اكتيفيتد فاكسينز ما فيش مشكله بالنسبه لها. تمام، بكده نكون خلصنا يعني جزء الايمونايزيشن. بشكركم ان انتوا يعني سمعتونا في الجزء ده، والجزء ده عموما دي صور الفاكسينز عموما لو حابين ان احنا نشوفها. ده كان اول كومبينيشن اللي انسحب من الماركت اللي هو التراي هيفن دي تام مع الاتش اي بي، اتفقنا على الانتي بودز بتقل، ده شكله زي ما احنا شايفين بتاع شركه افنتس. تاني كومبينيشن موجود معانا اللي هو الكاينريكس اللي دي تام مع الاي بي بي او الانكتيفيتد بوليو فاكسينز. الكاينريكس ده دي شكل العلبه، الكاينريكس تشوفه مكتوب بيه على العلبه ديفيتيريا اند تيتانوس توكسويدز اند اسيليور بيرتاسز ادزوربت اند انكتيفيتد بوليو فيروس فاكسينز. اللي انا بس حابب ان انت تاخد بالك منه هنا اسيليور بيرتاسز، الاسيليور بيرتاسز اتكلمنا ان البيرتاسز كان فيه نوعين، يا اما الهول سيل من البيرتاسز اللي هي كانت نوع من الانكتيفيتد فاكسينز، او النوع اللي هو موجود علينا اللي هو الاسيليور بيرتاسز اللي هو كان نوع من الصاب تايب او الساب يونت فاكسينز اللي كنا بناخد فيها بيوريفايد انتيجين نحطه. فبالتالي هنا اللي موجود او اللي بيستخدم دايما في الديتاب هو البيوريفايد انتيجين ده، بنسميه ايه؟ بنسميه الكاينريكس. الديتاب مع الاي بي في اسمه الكاينريكس، الاتش اي بي مع الديتاب مع الاي بي في اللي كان الكومبينيشن الوحيد اللي كان فيه مسموح ان احنا نحط الاتش اي بي مع الديتاب وابروفد ستيل اسمه البنتاسيل، خمسه مع بعض فاسمهم بنتا. بعد كده الديتاب مع الاتش اي بي مع الاي بي في اسمه البنيا ريكس. التي داب لوحده ليه نوعين اسمه البوستريكس زي ما احنا شايفين اهو، او الاداسيل اللي هو اللي تحت ده اتفقنا ان هو از بوستر دوز. الهيباتيتس بي مع الاتش اي بي ده كان اسمه الكومفاكس. الهيباتيتس اي والهيباتيتس بي دول بنسميهم التويندريكس زي ما احنا شايفين. الام ام ار والفاريسيلا اللي هو البروكويت. الهيباتيتس بي الانرجيكس والريكومبيفاكس عموما اتش بي. الاتش بي في النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم الواحد ونص الجاردازين زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه السيرفاكس. الاتش اي بي اللي هو ليه ثلاث انواع، البيت فاكس اللي هو كان بيستخدم فيه اربع دوزز والاكتيب والدوز الاخرانيه اللي هي الهيب تايتر زي ما احنا شايفين، والاكتيب والبيت والهيب تايتر كانوا بيستخدموا مرتين. عايزكم بس يا جماعه في الاخر تفتكروا حاجه مهمه جدا، كومبينيشن مهم جدا، الام ام ار والفاريسيلا ممنوع نستخدمهم از فيرست دوز اقل من 4 سنين، لانه من عمر 12 شهر لعمر 23 شهر بيسبب فبرايل فالجنز او فبرايل سيجرز، ممنوع ان انت تستخدمهم. لو السكند دوز استخدمهم بالنسبه للاطفال في اي عمر. فبالتالي لازم ناخد بالنا من النقطة دي. برضو الفترات الزمنية ناخد بالنا منها، البيديريكس كنا بناخده من عمر 6 أسابيع لحد عمر 7 سنين، الكونفاكس بناخده من أكتر من 6 أسابيع، البنتاسيل بناخده من 6 أسابيع ل4 سنين، والتويندريكس بناخده أكتر من 18 سنة. بكده نكون يعني خلصنا الجزء ده، بشكركم كلكم، ويعني لو عجبكم الفيديو سبسكرايب للشانل على اليوتيوب عشان دايما تبقوا نكون كونكتد مع بعض ويوصلكم كل جديد. شكرا.